كلنا متفقين ان السمك مهم جدا في حياتنا. النهاردة هعمل معاكم طاجن السيفود الجميل ده، هعمله كمان بطريقة صحية، تابعوني لاخر الفيديو. المكونات بتاعتي طبعا عبارة عن سمك. انا معايا تشكيلة حلوة كده من السمك، معايا 4 انواع، معايا تعابين، وكمان معايا جمبري. مش بشيل الراس ولا الديل بتاعت الجمبري عشان احافظ عليه للاخر. ومعايا كمان صبيت وقشر بياض. معايا كده 4 انواع من السمك. التتبيله بتاعتي بقى عباره عن فلفل وثوم وكمون وملح. بضرب كل المكونات دي في الكبه بالشكل ده. هبتدي بقى اخد معلقه كبيره من الخلطه اللي انا قلت لكم عليها تتبيله السمك، وهي عباره عن ثوم وفلفل وكمون وملح، بنضربهم مع بعض بس. ده القشر البياض اللي انا قلت لكم عليه، بتاخدي معلقه كبيره كده مليانه وبتدبلي بيها السمك بتاعك بالشكل ده. خلاص كده بعد ما دبلت السمك بتاعي بجيب نص ليمونه وبعصرها عشان اشيل اي ريحه زفاره موجوده، وكمان بتخلي السمك بيبقى طعمه حلو. وده كده اول نوع دبلته معايا. هبتدي بقى ادبل بقيه السمك. التوم بالذات بيبقى ريحته مش حلوه كده في الايد، فياريت اي تتبيله فيها توم. نيجي بقى على نفسنا ونجيب جوانتي، لان التوم بيفضل في الايد مهما غسلتيها بقى بخل وليمون برضو مش بيطلع خالص. خلاص كده انا دبلت كل السمك بتاعي بالشكل ده، شايفين؟ خلاص كده، وعصرت كمان الليمون زي ما قلت لكم. طيب هعمل ايه؟ هجيب بقى الخضار بتاعي. انا معايا فلفل وليمون وطماطم وبصل، ده فلفل الوان. عايزه تحطي اي نوع خضار تاني حباه حطيه، ده الخضار اللي معايا. هبتدي بقى احضر في الطاجن بتاعي ارص الخضار بالشكل ده. هرص الخضار بتاعي بالشكل ده في الطاجن. هجيب معلقه كبيره من التتبيله بتاعت السمك، عشان كده قلت لكم كتروا في التتبيله دي لان انا بنحتاجها. التتبيله دي هحاول اوزعها على الخضار بالشكل ده كويس جدا جدا. خلاص كده انا وزعتها، والخضار اهو محطوط في الطاجن، رصيته بالشكل ده. هبتدي ارص السمك بتاعي. السمك مفيد جدا جدا في حياتنا، بيساعد على التركيز، فياريت نكتر ندخله يومين كده في الاسبوع على الاقل. فترة الامتحانات بتاعت الولاد قربت، فياريت ندخل لهم السمك باستمرار لان بيساعد على التركيز جامد جدا. وفي كمان الاوميجا 3، وكمان بيساعد في نزول الوزن، بس لو كناه بطريقة صحية. يعني لو كناه مقلي مش هينفع خالص، احنا هنزيد، لكن لو عملنا طاجن زي كده وعملناه بطريقة صحية هيساعد كمان على ان احنا ننزل في الوزن. خلاص كده رصيت التعابين ورصيت الفيليه والسبيط واخر حاجة الجمبري. ما شاء الله، بصوا الشكل الطاجن عامل ازاي. طيب هعمل ايه بقى؟ هجيب بقية الخضار اللي اتبقى معايا وهرصه فوق السمك بالشكل ده. طب انا ليه برص الخضار من فوق؟ يعني انا رصيت الخضار في الطاجن من تحت وكمان رصيت الخضار من فوق عشان احافظ على السمك وانا باكله، اكله ما ينشفش مني في الفرن، اكله طري، فالخضار هو اللي هيساعدني في كده. وبكده خلاص عملت الطاجن بتاعي ورصيت الخضار بالشكل الحلو ده. هجيب بقى معلقة كبيرة من زيت الزيتون
وهوزعها على كل الطاجن بالشكل ده. خلاص كده هتجيبي بقى الورق الفويل بتاعك وهتقفلي بيه الطاجن كويس جدا جدا. مش هنحط اي سوائل غير الخضار، الخضار بينزل السوائل بتاعته، فانا مش هحط مية ولا اي حاجة وهيستوي ان شاء الله. هدخله بقى الفرن وبكده الطاجن بتاعنا اهو ما شاء الله جميل جدا جدا وطعمه حلو قوي. عملت الطاجن وعملت ايه كمان، عملت سلطة خضراء وعملت رز السمك. اتمنى الوصفة تعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو. مع السلامة.